اهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا مع حضراتكم حلقه السادسه، والحقيقه قبل ما اروح مع حضراتكم للنادي الاهلي ونتابع اخبار استعدادات الفريق لماتش بكره ان شاء الله مع اسوان، خليني اتكلم مع حضراتكم على النادي الاهلي شويه. النادي الاهلي بالتاكيد طبعا كيان كبير، كيان ما صنعتوش بالمناسبه بس البطولات والانجازات الرياضيه، وان كانت طبعا ركن اساسي في انها تكبر اسم نادي الاهلي، لكن احنا بنتكلم كمان على منظومه متكامله، وفي سبيل ده في عدد كبير جدا من الشركات اللي بتعمل كل طبعا في تخصصها عشان تحقق رؤيه النادي الاهلي وتضمن دايما استمراريه نجاحه. النهارده كان في اجتماعين مهمين جدا لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مع شركتين، الشركه الاولى هي شركه الاهلي للخدمات الرياضيه، والشركه الثانيه هي شركه الاهلي للمنشات الرياضيه، والاجتماعين دول حضرهم طبعا رؤساء مجلس ادارات الشركات، ومنهم الدكتور يحيى راشد رئيس مجلس اداره شركه الاهلي للخدمات الرياضيه، والمهندس ايمن اسماعيل رئيس مجلس اداره شركه الاهلي للمنشات الرياضيه، وكل اعضاء مجلس الاداره. خلينا نتعرف اكتر وناخد زي ما حضراتكم شايفين طبعا دي لقطات او اجزاء من الاجتماعات النهارده، خلينا نتعرف اكتر على تفاصيل الموضوعات والاجنده اللي طرحت في الاجتماعين من خلال مداخله طبعا مع دكتور سعد شلبي القائم باعمال المدير التنفيذي للنادي الاهلي. مساء الخير يا دكتور سعد. مساء الخير يا استاذ احمد، ومساء الخير على المشاهدين الكرام مشاهدي النادي قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضرتك. خليني في البدايه يعني ندي فكره كده لجماهير والاعضاء النادي الاهلي عن اهم ما دار في اجتماعات كابتن محمود الخطيب النهارده مع رؤساء واعضاء مجالس اداره الشركتين، وابتدي الاول مع شركه النادي الاهلي للخدمات الرياضيه. في الحقيقه النهارده الكابتن محمود ترأس اجتماع شركه الاهلي للخدمات الرياضيه بحضور رئيس مجلس اداره الشركه واعضاء الشركه ايضا وبعض القيادات اللي موجوده الشابه اللي احنا اخترناها تبقى جزء من الهيكل التنظيمي للشركه في الحقيقه. وكان اهم محاور الاجتماع هو ان احنا الحمد لله تم استخراج كافه التراخيص الخاصه بالشركات وتم اشهار الشركات، وبالتالي اصبح هناك نظام اساسي لكل شركه، النظام الاساسي بالاضافه لعقد تاسيس الشركه وقرار اشهار الشركه والحسابات الماليه الخاصه بالشركه، وراس مال الشركه اصبح مسدد من قبل المساهمين من داخل النادي الاهلي، وبالتالي النادي الاهلي يمتلك الشركات بنسبه 100%. ده كان واحد من النهارده من الاحداث اللي تعتبر تاريخيه، لان الشركه بدات بالفعل قانونيا النهارده على ارض الواقع. الحاجه الثانيه في الحقيقه ان تم نقل للشركه كافه الخدمات المتعلقه بالهدف اللي انشئت من اجله الشركه، زي تنظيم رحلات الفرق الرياضيه على راسها طبعا الفريق الاول لكره القدم، فرق كره اليد، السله، الطايره وخلافه، ايضا الرحلات الخاصه باعضاء النادي الاهلي اللي بيتم تنظيمها من خلال النادي الاهلي. تم يعني تحويل هذه الاعمال الشركه لكي تقوم بها، وايضا الشركه اصبحت مؤهله قانونيا ان هي تقدر تقوم بتنفيذ هذه العمليات، وتمتلك ايضا من الكفاءات اللي كانت موجوده اصلا في النادي الاهلي، ايضا تم انتدابها للعمل بالشركه بعض الوقت، وبالتالي الشركه اصبحت موجوده على ارض الواقع تقوم بعمليات تشغيل، وده حاجه في الحقيقه كلنا كنا النهارده فخورين بيها، وكان في تاكيد من الكابتن محمود الخطيب على ان الشركات تبدا بقى تحقق الرساله والاهداف اللي انشئت من اجلها في وفقا لقرارات مجلس الاداره اللي بذل جهد كبير جدا بقياده الكابتن محمود الخطيب لانهاء كافه الاجراءات والتراخيص، والحمد لله تم بالفعل، والنظام الاساسي اصبح موجود، عقد التاسيس اصبح موجود، السجل التجاري والبطاقه الضريبيه، الحسابات البنكيه، راس المال الخاص بالمساهمين. فده اعتقد النهارده احنا دكتور سعد يعني نقطه سعيد جدا. طبعا نقطه مهمه جدا، الشركات دي كل في تخصصها هتبقى مرتبطه، حجم اعمالها او مهام عملها هتبقى مرتبطه فقط باسم النادي الاهلي، ولا من الوارد انها تتوسع وتقدم نشاطها لكل العاملين او لكل الاسماء الموجوده في صناعه، خليني اقول صناعه الرياضه بقى؟ خلينا زي ما حضرتك طرحت كده يا استاذ احمد مشكورا، ان احنا عندنا مجموعه من المراحل، احنا النهارده اتكلمنا في المرحله الاولى وان الشركه هتقوم بتنفيذ جميع العمليات والخدمات المقدمه في اطار هدف الشركه اللي انشات من اجله كمرحله اولى، ثم في مراحل تاليه سوف يتم تقديم الخدمات لكافه العاملين في قطاع الخدمات الرياضيه داخل جمهوريه مصر العربيه. دي هتبقى ان شاء الله مراحل، واكد عليها كابتن محمود النهارده ان احنا في المرحله الاولى نقوم بتنفيذ الخدمات للنادي الاهلي
الاهلي لصالح اعضاء النادي الاهلي، لصالح الفرق الرياضيه للنادي الاهلي، ثم في المرحله الثانيه ان احنا نقدم خدماتنا ايضا لجمهور النادي الاهلي الكبير اللي منتشر في كل ربوع مصر وايضا في ارجاء الوطن العربي، اللي يقدر يتابع رحلات الفرق الرياضيه بتاعته ويقدر يسافر معاهم، وده اعتقد هتبقى في المرحله الثانيه ان شاء الله ان شاء الله. طيب اسمح لي دكتور سعد اروح للمنشات الرياضيه، والحقيقه يمكن يعني احنا هنا حتى من خلال قناه النادي الاهلي بنتابع باستمرار خطوات جباره الحقيقه في سبيل تطوير البنيه التحتيه والانشائيه في النادي الاهلي في عدد كبير جدا من الفروع. من فتره مش بعيده طبعا تم الاعلان عن المشروع الحلم، واحد من المشروعات العملاقه لجماهير النادي الاهلي بتتمنى انه يجي اليوم ويتحول لحقيقه، هو استاد النادي الاهلي طبعا اللي تم وضع حجر الاساس الخاص بيه. تكلمني شويه على اهم الموضوعات اللي طرحت النهارده في الاجتماع الخاص بشركه الاهلي للمنشات الرياضيه. طبعا شركه الاهلي للمنشات الرياضيه وده الشركه الثانيه، وزي ما حضرتك ذكرت الشركه هيبقى احد اهدافها هو انجاز الحلم الكبير لاستاد النادي الاهلي، واللي تم فيه مراحل متقدمه جدا كان اهمها عمليه وضع حجر الاساس وتحديد مساحه الارض، ايضا وافقت عليه الجمعيه العموميه، وافق عليه مجلس الاداره والجهه الاداريه. لكن النهارده كان نفس الخطوات اللي احنا اتبعناها مع شركه الاهلي للخدمات الرياضيه اتبعناها مع شركه الاهلي للمنشات الرياضيه، واصبح الوضع القانوني للشركه على الأرض قادرة على العمل واتخاذ كافة الإجراءات اللي تمكنها من إنشاء الاستاد واستكمال المشوار اللي بدأه مجلس الإدارة بوضع حجر الأساس واستخراج التراخيص الخاصة بالأرض وتحديد المساحة وتخصيصها لهذا المشروع الكبير. وبالفعل أيضا استلمت النهاردة الشركة كافة الوثائق، استلمها رئيس مجلس الإدارة من الكابتن محمود المهندس أيمن إسماعيل، وفي حضور أيضا أعضاء مجلس الإدارة استلم النظام الأساسي للشركة، أيضا استلم عقد للشركة، أيضا تم سداد حصة رأس المال للمساهمين، تم استلام الحسابات البنكية. ولكن الإضافة الكبيرة النهاردة أيضا اللي حصلت في شركة الأهلي للمنشآت الرياضية زي ما حضرتك ذكرت إن في حركة تطوير كبيرة تمت في فروع النادي الأهلي الثلاثة، وأيضا التجمع إن شاء الله في القريب العاجل يكون موجود معانا كفرع رابع، والبنية التحتية بتاعته في مراحل تطور كبيرة. تم نقل كافة العقود ليها إن هي تدير عملية تشغيل هذه العقود مع كل شركائنا الاستراتيجيين في كافة العقود المتعلقة بالمنشآت الرياضية، وده تم تسليمهم هذه العقود النهاردة الحمد لله، وده برضو أيضا واحدة من التطورات الكبيرة، والشركة أصبحت لديها وجود على أرض الواقع تتابع مشروعها الحلم الكبير إنشاء الاستاد وتاخد الخطوات التنفيذية لإنشاء هذا المشروع. كمان الكابتن محمود الخطيب طلب من رئيس مجلس إدارة الشركة بوضع خطة تنفيذية تغطي هذه المرحلة حتى تاريخ 31/12 بشكل عملي وبجدول زمني محدد، وتنفذ كافة العقود اللي احنا مرتبطين بيها مع كافة الشركاء الاستراتيجيين زي عقودنا مع شركات السادات الخاصة باستاد الاهلي وبالسلام، ده كله اصبح النهارده موجود، وده حاجه تطور بيحصل على ارض الواقع النهارده الحمد لله بفضل الجهود الكبيره اللي بيقودها مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود ايضا كل الزملاء في الجهاز التنفيذي. خليني اسال حضرتك دكتور سعد، ملف تطوير ملعب التتش ومدرجاته كان مطروح النهارده في اجتماع شركه الاهلي للمنشآت الرياضيه؟ لا طبعا، شركة الاهلي للمنشآت الرياضية في مجموعة من الاصول ما زالت مملوكة للنادي الاهلي، دي هتبقى في مراحل سابقة، لكن عمليات التطوير ما زالت مستمرة زي ما حضرتك ذكرت. والنهاردة يمكن حضرتك حابين نوضح لجمهور النادي الاهلي ان تطوير عمليات الاضاءة داخل استاد التتش يمكن ده من سنة 1958 ده لم يتم تطويره، وده كان واحد من المشروعات. كمان حتى احنا النهاردة النادي الاهلي عمل تجربة جميلة جدا ان حتى عملية الإحلال والتجديد اللي بتتم احنا بنستفاد بكل الكشافات الإضاءة اللي كانت موجودة في عملية تحسين مستويات الإضاءة في كل ملاعب الفروع في مدينة نصر، أيضا في زايد، في الجزيرة، في الملاعب الأخرى اللي موجودة متعددة الأغراض، وده بيقلل تكاليف التشغيل بشكل كبير جدا، وأعتقد ده واحدة من التوجهات الاستراتيجية اللي بيقودها مجلس إدارة النادي الأهلي. دكتور سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى مشاركتك معنا في السادسة، وكل التوفيق الحقيقة لمنظومة عمل ضخمة وكبيرة كل واحد بيعمل في تخصصه وفي مجال عمله عشان يحقق أهداف كبيرة جدا تخدم في النهاية النادي الأهلي طبعا في المقام الأول، ومن بعده طبعا تخدم الرياضة المصرية ككل. إضافة بالتأكيد كل استثمار النادي الأهلي بيستثمره سواء في بشر أو في حجر أعتقد بيكون إضافة كبيرة جدا لمنظومة النادي الأهلي. خلينا نروح للنادي الأهلي، يمكن مش